وكانت هناك انتقادات حادة من قبل هذا الرجل لكثير من القادة العسكريين في الجيش الروسي. لذلك الآن مع حالة الاضطراب تلك والانقسام التي تشهدها يعني الدولة الروسية في المرحلة الماضية، لكن هدأت بعض الشيء، لكننا الآن نرى فضائح الآن يتم الكشف عنها، ومن ضمنها هذه الصور. دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أيضا. سنشاهد في الصورة التالية أمام حضراتكم قائد ميليشيا فاغنر، وهذه الصور التي سربتها له المخابرات الروسية، ويبدو بأن المخابرات الروسية الآن تود الانتقام من قائد ميليشيا فاغنر جراء إحراجه لها على مرأى ومسمع من العالم بعد إعلانه لحالة العصيان والتمرد. يعني حتى صورة البعض رأى فيها وكأنه هذا رجل مريض نفسي. طبعا ذكروا بأنه داخل مكتبه وجدوا عدد من الرؤوس المقطوعة لبعض من هؤلاء الذين قاوموه في ليبيا،